هم أصحاب البصيرة رغم فقدانهم للبصر، أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية. هم اليوم منبر منير في اليوم العالمي للعصا البيضاء، فلم يجسد هذا اليوم إنجازاتهم المتواصلة وحسهم العالي فقط، بل هو يوم يوضح مدى دمج هذه الفئة في المجتمع. واليوم مشاركة أبنائنا من أصحاب البصيرة في هذه المسيرة في العصا البيضاء يدل على أن الآن المجتمع تغير كلياً. النظرة التي كانت سابقاً اليوم اختفت بتواجد أبنائنا من أصحاب البصيرة في هذا اليوم، بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نحن كمكوفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبنينا هذا التوجه وقمنا باستخدام هذه التطبيقات الذكية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تفاعلنا الإيجابي مع العالم المحيط بنا وتمكننا من إجراء العديد من العمليات التي تسهم في اندماجنا الاجتماعي والوظيفي والتعليمي. مسيرة مميزة في عالم فيراري وضحت استمتاع ذوي الإعاقة البصرية في المنشأة الترفيهية التي تعتبر وجهة للجميع. بدأت المسيرة بالوصف والشرح والمشي ضمن الجموع الذي جاء بتنظيم من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للمعاقين بصريا وعالم فيراري. تم استعراض القصص الرائعة وراء الألعاب والمعاقين عالم التي حصدت الجوائز العالمية، ولم تقتصر الجولة على الترفيه فقط، بل سلطت الضوء على التعليم وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات الضيوف بمن فيهم أصحاب الهمم. 15 أكتوبر اليوم العالمي للعصا البيضاء، هذا اليوم من هذا العام يتضمن أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف إلى تعليم وترفيه المكفوفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لنشرة علوم الدار، مها ياسر، أبوظبي.